السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر تشهد أيام صعبة جدا في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل التضخم الكبير. التضخم نسبته عالية جدا، بتحصل بين يوم ويوم، مش هنقول بين سنة وسنة، تضخم بيوصل إلى 30% يعني في أيام. ف يعني هنشهد تشهد مصر موجة عالية من الأسعار، وربما يحصل قريبا جدا التعويم الثالث، ونرتقي جميعا نترقب جميعا التعويم الثالث، الاجتماع القادم يوم الخميس، اجتماع البنك المركزي، لا إما يزودوا الفايدة، لا إما يحصل تعويم أو يثبتوا الفايدة، لكن الأرجح إن هيتم التعويم على 30. وده قول ناس كتيرة، يعني إن هيتم التعويم. والأسعار زي ما انتم شايفينها كده بتضخم عالي جدا، التضخم نسبته عالية جدا، تصل إلى 30% في أيام يا جماعة، مش هنقول في شهر ولا سنة ولا الكلام ده. التعويم كانوا بيقيسوا، يعني بيقيسوا التضخم من سنة لسنة، دلوقتي احنا بنقيس التضخم من يوم ليوم. يعني هل هنا ممكن نحصل يعني زي الأرجنتين مثلا، السيناريو بتاعها لما كان في 2016 الدولار مثلا ب6 بيزو، دلوقتي الدولار ب170 أو 170 بيزو، والأرجنتين دولة يعني اقتصادها متماسك شوية. أو يحصل سيناريو أسوأ زي السودان، السودان كان يعني وقت وصل الدولار إلى 570 جنيه سوداني، يعني حاجة كبيرة، رقم كبير جدا، كان في 2016، كان زينا يعني. يعني شاف السنين دي، شاف، متخيلين الأرقام؟ متخيلين؟ احنا يعني نخشى على مصر الوصول إلى هذه المرحلة. لابد أن يعني كل المسؤولين عن الدولة المفروض يراعوا ويحدوا من التضخم في الأسعار. يعني هنا أعوذ بالله من الشيطان.